مساء الخير، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال استيت جايد. الفيديو دوت هتكلم فيه عن حصر المشاريع في منطقة الحي المالي. هنعمل طبعا الفيديو المعتاد بتاعنا في كل سنة، إن احنا بنعمل آخر تحديث للأسعار اللي واصلة ليها المباني التجارية والإدارية اللي موجودة في منطقة الحي المالي. هنتكلم في كل مشروع عن آخر الأبديت، الأسعار اللي وصل ليها والمساحات المتوفرة وأنظمة السداد والخصم الكاش وميعاد الاستلام هيبدأ إمتى ونسبة الإنشاءات اللي واصل ليها كل مشروع، وهنشوف كمان صور من الإنشاءات من أرض الواقع لكل مشروع. ديت كده منطقة الحي المالي. إحنا عندنا ده هنا الحي الحكومي اللي فيه تجمع الوزارات كلها، وقصادها هنا على طول منطقة الحي المالي اللي فيها تمركز البنوك والأفرع الرئيسية للبنوك والبنك المركزي، وفيها قطع قليلة من المباني الإدارية اللي هي تعتبر تخصص إداري بالكامل. وطبعا هنا التميز برضو إن إحنا عندنا هنا محطة القطارات المركزية، وده يعتبر أول مكان إداري في العاصمة هيتم تسليمه، أول مكان إداري هيشتغل في العاصمة. والوزارات طبعا معروف إن هي بدأت، يعني بعض الوزارات إن هي تشتغل بالفعل دلوقتي، والحي الحكومي والمقر الإداري لشركة العاصمة الإدارية الجديدة بالفعل انتقل دلوقتي للحي الحكومي. دي كده البلان بتاعة الحي المالي في العاصمة. هي الحدود بتاعتها هي من عند الشارع دوت اللي هو بيفصل ما بين الحي الحكومي وما بين الحي المالي. ده برضو ويب سايت كده مديلك يعني تصوير من أرض الواقع، بس التصوير هنا يمكن يكون برضو مش updated، يعني قديم شوية، بس ده برضو عشان يدي لحضراتكم التصور. ده كده الشارع اللي أنا بتكلم عنه اللي هو بيفصل ما بين الحي الحكومي، دي كلها كده الوزارات وهنا مجلس الوزراء، وده الشارع اللي بيفصل ما بين الحي الحكومي وما بين الحي المالي. انا هتكلم بالظبط عن دلوقتي الفيديو ده هكون مخصصه عن المباني اللي هي تخصص تجاري اداري اللي هي واخده الصف دوت بالتحديد اللي هي قصاد الوزارات، تمام. وهيبقى فيه جزء تاني هنتكلم فيه عن المباني اللي هي تخصص اداري بالكامل. هتلاقي طبعا في مباني برضو موجوده على الطريق اللي هو بتاع الحدائق الرئاسيه، هتلاقي بقى في برضو مباني اداريه موجوده ناحية منطقة البنوك، تجمع البنوك ديت، بس ده هنخصص ليه فيديو تاني. أنا هتكلم بقى عن كل مشروع، هتكلم فيه زي ما قلت لحضراتكم عن آخر أبديت وصل للمشروع من حيث الأسعار، المساحات المتوفرة، أنظمة السداد والخصومات، وميعاد الاستلام، ونسبة الإنشاءات اللي وصل ليها كل مشروع. واحنا كنا عملنا فيديو قبل كده برضو، كان في شهر 3 السنة اللي فاتت، كنا عملنا برضو تحديث للتفاصيل ديت. سريعا كده انا هبتدي مع حضراتكم من الطريق دوت اللي هو بيفصل ما بين الحي الحكومي وما بين الحي المالي. اول حاجة او اول مشروع عندي هتكلم عنه اللي هو المشروع بتاع فاينانشال هاب، وفي جنبيه هنا القطعتين بتوع مشروع اوداز، وفي بعد كده القطع اللي هي بتاعت مشروع 11 لشركة نيو بلان، ومشروع اوداز ده لشركة جيتس، وبعد كده فاينانشال هاب ده لشركة الصفوة، وفي جنبه على طول المشروع بتاع برو مارك بتاع شركة مطاوع جروب. وهنيجي هنا بعد كده المشروع اللي هو بتاع الشانزليزيه لشركة بيراميدز، ده تاني مشروع لشركة بيراميدز في الحي المالي. والقطعة ديت بقى ده مشروع اللي هو بتاع 60 اللي هو بتاع شركة بروج مصر. بعد كده هنا هنلاقي بقى على الناصية ديت المشروع بتاع ماركي مول، وفي بعد كده المشروع بتاع ذا اوفيس برضو اللي هو بتاع شركة اي سي جروب، وبعد كده هنلاقي هنا المشروع بتاع جراند سكوير، وده اول مشروع اتطرح في الحي المالي لشركة بيراميدز. جنبيه على طول القطعة ديت المشروع اللي هو سيتادين ده لشركة صروف. فده كده يعني ايه يعتبر حصر للمشاريع اللي احنا هنتكلم عنها في الجزء الاول عن المشاريع بتاعة الحي المالي.
المشروع بتاع ماركيدا المطور بتاعه شركة اسمها وارن. بالنسبة لباقي الأراضي ديت اللي أنا ما اتكلمتش عنها ديت بتكون في الأغلب إن هي لسه أصلا ما طرحتش بيع يعني، فلسه ما فيش تفاصيل عنها. مبدئيا أنا عندي كل المباني اللي هي قصاد الوزارات مباشرة على الطريق دوت أو على الشارع دوت، دي تخصص تجاري وإداري، يعني كل القطع اللي هي باللون الأورنج دوت دي بتكون تخصص تجاري وإداري. طبعا الارتفاعات بالنسبة للمباني بتبقى أرضي وسبعة أدوار، فإحنا عندنا هنا الدور الأرضي والأول ده بيكون تجاري وباقي الأدوار بتكون تخصص إداري. طيب القطع اللي باللون البامبي ديت دي بتكون تخصص إداري بالكامل، يعني أرضي وسبعة أدوار كلها تخصص إداري. طيب القطع اللي هي باللون الأصفر ديت المفروض هتكون تخصص بنوك. أنا عندي هنا البنك المركزي وفي بنك مصر وبنك الأهلي وبنك القاهرة، كلهم موجودين في الأماكن ديت، بنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وهنا البنك المركزي. فكل القطع اللي باللون الأصفر ديت تخصص بنوك، واللي باللون الأخضر ديت مساحات لاندسكيب أو مساحات خضراء. فده برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين الفرق ايه ما بين الالوان، يعني ديت يعني كل لون بيرمز لايه بالظبط يعني. فاحنا هنلاقي هنا القطع اللي هي تخصص تجاري واداري قطع قليلة جدا يعني، وطبعا ديت بتستحوذ على كل المنطقة اللي هي حوالينا ديت هنا، سواء في الحي الحكومي او في الحي المالي. الفيديو دوت بقى احنا هنخصصه للمباني اللي هي تخصص تجاري واداري اللي هي قصاد الوزارات مباشرة. أول مشروع هتكلم عنه اللي هي المشروع فاينانشال هاب لشركة الصفوة، القطعة بتاعته ديت قطعة مميزة جدا واخدة ناصيتين وقصاد مصلحة الضرايب، وطبعا دوت خط المونوريل اللي بيفصل ما بين الداون تاون وما بين الحي الحكومي والحي المالي، هي القطعة في الحتة ديت بالظبط أهي تمام، ودوت الطريق اللي بيفصل ما بين الحي الحكومي والحي المالي وما بين منطقة الداون تاون. ده شكل التصميم الخارجي لمشروع فاينانشال هاب. المطور بتاع المشروع شركة الصفوة. مساحة الأقل مكتب المساحة بتاعته 61 متر وسعر المتر 77 ألف. التقسيط مقدم 20% والباقي على 3 سنين مع خصم 20%، خصم الكاش 40%. حضرتك ممكن تدفع 50% والباقي دفعتين على 6 شهور، وفي خصم الكاش اللي هو 45% ده بيدفع دفعة واحدة مع التعاقد. استلام المشروع يونيو 2023. الاستلام بيكون تشطيب كامل شامل تكييف مركزي، ونسبة الإنشاءات الحالية 90%. بالنسبة طبعا إن المشروع هو يعتبر تخصص تجاري وإداري، الدور الأرضي والأول تجاري بس دوت سولد أوت، إحنا بنتكلم دلوقتي عن القطاع الإداري. ده شكل التصميم الخارجي للمشروع، وديت آخر أبديت كده لصور الإنشاءات. تاني مشروع هتكلم عنه مشروع أوداز لشركة جيتس، هو واخد قطعتين أرض وبظهره حديقة، وطبعا على الطريق اللي بيفصل ما بين الحي المالي وما بين الداون تاون على الخط بتاع المونوريل، وده شكل التصميم الخارجي للمشروع. احنا عندنا دلوقتي أقل محل موجود في الدور الأول مساحته 23 متر والسعر بتاعه عامل 1,862,000. التقسيط بتاعه بيكون مقدم 30% والباقي على 5 سنين، وأقل مكتب مساحته 53 متر وإجمالي سعره 2,684,000، والتقسيط بتاعه مقدم 10% والباقي على 6 سنين، والاستلام بتاع المشروع في آخر 2023 ونسبة الإنشاءات الحالية حوالي 90%. المشروع طبعا تخصص تجاري وإداري، وهوري لحضراتكم برضو كده صورة للإنشاءات.
تالت مشروع هتكلم عنه اللي هو مشروع 11 لشركة نيو بلان. المشروع دوت برضو موقعه مميز، واخد نصيتين، ده شكله هو التصميم الخارجي للمشروع، الاستلام بتاعه خلال سنتين، ونسبة الإنشاءات الحالية في المشروع حوالي 80%. طبعا نيو بلان هما حاليا يعني بيعملوا لسه إعادة تسعير للمشاريع بتاعة الشركة، فديت عامة يعني أنا حبيت برضو إيه أوريلكوا كده آخر نسب الإنشاءات الواصل ليها المشروع. هو المشروع تخصص تجاري وإداري، برضو التجاري أعتقد يعني خلصان فيه البيع، يمكن فيه متاح مكاتب إدارية عدد صغير. رابع مشروع هتكلم عنه برومر، دوت تابع لشركة مطوع جروب، هو القطعة اللي فوق فاينانشال هاب على طول. ديت أهي شكل التصميم الخارجي للمشروع، برضو تخصص تجاري وإداري. التجاري عندهم كله هيبقى بنظام التأجير، هيتأجر. المساحات عندهم في الإداري بتبتدي من 60 متر، وسعر المتر متوسط 45,000. طبعا استلام تشطيب كامل، التقسيط مقدم 10% والباقي على 4 سنين، وفي مقدم 20% والباقي على 6 سنين، وخصم الكاش 22%، الاستلام خلال 2.5 سنين. طبعا بيبقى حسب نظام السداد ونسبة التحصيل. نسبة الإنشاءات 85%، وديت كده برضو صورة للإنشاءات. هتكلم بعد كده عن مشروع الشانزليزيه، ده تاني مشروع لشركة بيراميدز في الحي المالي. المشروع دوت استلام خلال سنة، هو واخد ناصية قصاد وزارة المالية مباشرة. ده شكل التصميم الخارجي للمشروع. احنا بنتكلم المشروع دوت خالص الإنشاءات بالكامل، الاستلام بتاعه يعني خلال سنة بالظبط. متاح مكاتب إدارية مساحتها 32 متر في الدور السابع، سعر المتر 80,000، إجمالي السعر حوالي 2,560,000. نظام السداد بيكون مقدم 40%، وبيكون معاه عائد استثماري 16% قبل الاستلام، والصيانة بتكون 10% بتدفع وقت الاستلام، وبيكون أول قسط بعد الاستلام على 5 سنين، وبيكون طبعا مرفق عقد تفويض بالإيجار. القيمة الإيجارية بتاعته أو نسبة الإيجار من 10 لـ13% من إجمالي ثمن الوحدة. والمشروع زي ما قلت لحضراتكم خالص الإنشاءات بالكامل وكده. هو طبعا القطاع التجاري أو بالنسبة للجزء التجاري الأرضي والأول دوت خلصان مبيعات، يعني سولد أوت. الحاجات المتبقية دلوقتي بالنسبة للمكاتب الإدارية، وهوري لحضراتكم برضو فيديو كده من السايت لتحديث الإنشاءات، بس طبعا الفيديو دوت قديم شوية. طبعا هنا للمعلومة ان التصميم الواجهات بتاعت كل المباني الادارية او المباني اللي هي التجاري والاداري اللي قصاد الطريق دوت او على الشارع دوت اللي هي قصاد الوزارات، الواجهات بتاعتها يعني ايه هتكون شوية يعني تكون مطابقة لشكل الواجهات بتاعت المباني بتاعت الوزارات، بحيث يبقى فيه كده ايه يعني تناسق يعني في شكل الواجهات بتاعت الوزارات وشكل المباني الإدارية اللي هي قصادها. هتكلم بعد كده عن مشروع 6T لشركة البروج مصر، هو يعتبر تاني نمرة من الطريق اللي بيفصل ما بين الوزارات والحي المالي. المشروع دوت مبني بالكامل دلوقتي، تخصص تجاري وإداري برضو. المساحات فيه بتبتدي من 49 متر، احنا عندنا سعر المتر الإداري بيبتدي من 75,000 قبل الخصم 10%، وسعر المتر بعد الخصم يعني نتكلم في حدود 67,500 جنيه للمتر. خصم الكاش 25%، والتقسيط مقدم 25% والباقي على 4 سنين. الأقساط طبعا متساوية، والاستلام خلال سنة، والمشروع خالص الإنشاءات، وفي صور برضو هوريها لحضراتكم. هتكلم دلوقتي عن ماركي مول، هو واخد نصيتين قصاد وزارة التربية والتعليم، موقع كويس جدا.
المطور بتاعه شركة وارن دوت، أو شكل التصميم برضو الخارجي للمشروع. حاليا المتوفر أقل مساحة إداري 66 متر، وسعر المتر 64 ألف، وأقل مساحة تجاري في الدور الأول 25 متر، وسعر المتر 138 ألف. التقسيط مقدم 20% والباقي على 4 سنين. هما مش عاملين خصم للكاش. نسبة الإنشاءات في المشروع 97%، والاستلام في يونيو 2023. ودي صور كده للإنشاءات من الصعيد. بعد كده هتكلم عن مشروع ذا اوفيس، القطعة اللي هي جنب ماركيه على طول. القطعة ديت قصاد الجهاز او المبنى بتاع شركة العاصمة الادارية. المطور بتاع المشروع شركة اسمها اي سي جروب. ده شكل التصميم بتاع المشروع. بالنسبة للمساحات الاداري، في عندهم نوعين من الاداري. في اداري بيكون تحت تشغيل ادارة ريجس، وديت بتكون إدارة عالمية، هي بتكون مسؤولة عن تشغيل المساحات المكتبية. متوسط سعر المتر بيكون بالنسبة للنوعية ديت من المكاتب حوالي 80 ألف. طبعا بيكون شامل التشطيب بالتكييفات بكل حاجة، والمساحات بتبتدي من 10 متر. بالنسبة طبعا المساحات الإدارية العادية بتبتدي من 40 متر لحد 200 متر، ومتوسط سعر المتر بتاعها 50 ألف. الخصم الكاش 30%. التسليم بتاع المشروع هيكون في ديسمبر 2023. نسبة الإنشاءات 55%. هما مخلصين 2 بازمان، ومخلصين الدور الأرضي والدور الأول اللي يمكن كمان طالعين بيه يعني. بعد كده عندي مشروع جراند سكوير. ده كان أول مشروع يطرح في العاصمة في 2018 لشركة بيراميدز، وأول مشروع تم تسليمه وتم تشغيله خلال الشهرين اللي فاتوا. هي القطعة ديت موقع مميز جدا طبعا مع الحدائق الرئاسية. المشروع دوت التجاري فيه كله متأجر حاليا يعني احنا دلوقتي ده فيديو اهو برضو لشكل المشروع، التصميم الخارجي بتاعه والإضاءة الليلية بتاعته. التجاري كله متأجر، فيه بقى يعني متاح وحدة تجارية واحدة مساحتها 45 متر، وسعر المتر بتاعها 150 ألف، وإجمالي السعر بتاعها عامل 6,750,000 جنيه. التقسيط مقدم 40%، وأول قسط بعد الاستلام. يعني لو حضرتك مثلا لو هتستلم دلوقتي أو كمان 6 شهور، بتبتدي على طول الأقساط بتاعتك كل 3 شهور على 4 سنين، والصيانة بتكون 10%. وفي برضو فيديو تاني كده هوريه لحضراتكم. هو الفيديو دوت قديم شوية، لأن طبعا المشروع حاليا شغال وتم افتتاحه، والمحلات اللي فيه كلها متأجرة وشغالة حاليا يعني. آخر مشروع هتكلم عنه بالنسبة للمولات اللي هي بتكون تخصص تجاري وإداري، مشروع سيتادل لشركة صروح، والموقع بتاعه على الشارع بتاع الحدائق الرئاسية. هي القطعة ديت على طول جنب جراند سكوير. ده شكل التصميم الخارجي للمشروع. احنا عندنا المساحات الاداري بتبتدي من 39 متر، توصل لحد 135. سعر المتر بيبتدي من 35 ألف، بيوصل لحد 41 ألف، 41,500 بدون تشطيب. وده يعتبر المبنى الوحيد اللي بيسلم الاداري بدون تشطيب، لان انا عندي كل المباني اللي انا اتكلمت عنها او حتى في الحي المالي عموما بتسلم الاداري تشطيب كامل، وفي كمان اللي بيبقى حاطط المكيفات. لكن بالنسبة للتجاري هو بس اللي بيكون بدون تشطيب. طيب المساحات التجاري بتبتدي من 94 متر توصل لحد 387 متر. سعر المتر في التجاري بيبدأ من 87 ألف لحد 152 ألف، بيكون بدون تشطيب. الدور الأول سعر المتر في التجاري بيبتدي من 68 ألف، بيوصل لحد 88 ألف. التقسيط بيبتدي من مقدم 10% وبيوصل لحد 8 سنين، بيكون في خصم الكاش 28%. نسبة الإنشاءات حوالي يعني من 30 لـ40%، والاستلام في سبتمبر 2023. ودي صور كده من الصعيد. يعني أنا حبيت أعمل في الفيديو دوت حصر ومراجعة وتحديث لآخر الأسعار اللي واصلة ليها المشاريع في الحي المالي، بالنسبة طبعا للمباني اللي هي تخصص تجاري وإداري بالكامل.
اتكلمنا عن كل مشروع بالنسبة للأسعار الواصلة ليها بالنسبة للقطاع التجاري والقطاع الإداري والمساحات المتوفرة وأنظمة السداد والعروض اللي عاملاها الشركات حاليا ونسبة الإنشاءات اللي واصل ليها كل مشروع والاستلامات هتبدأ إمتى. في فيديو تاني بقى هتكلم فيه عن المباني اللي هي تخصص إداري بالكامل، ده هيكون في فيديو تاني مستقل، طبعا التحديث دوت لسنة 2022. يعني أنا دوري مع حضرتك عموما لو في أي استفسارات إن حضرتك مهتم بالفرص الاستثمارية في القطاع التجاري أو الإداري أو حتى يعني حضرتك مهتم بالقطاع السكني أو الفندقي أو الطبي داخل العاصمة، يعني يشرفني إن إحنا نتعاون مع بعض لأن أنا متخصص في العاصمة الإدارية الجديدة من بداية الطرح فيها في 2017 وعندي دراية بجميع الشركات، بقدر طبعا أوصل حضرتك لأفضل الفرص الاستثمارية اللي هي تتناسب مع طلب حضرتك بالتحديد. يعني حضرتك بتقولي احتياجاتك إيه وطلباتك إيه وحضرتك إيه الحاجة اللي أنت عاوز تشتريها مثلا الماديات بتاعتك، وبناء عليها بنبتدي نشوف إيه أفضل استثمار ممكن كأعلى قيمة مقابل سعر يتناسب مع الطلب بتاع حضرتك وفي نفس الوقت يحقق لك أعلى عائد على الاستثمار بتاعك مستقبليا. الخدمة عندي بتكون فور فري مجانية تماما، ولو حتى حضرتك محتاج ان انت تعمل مقارنات ما بين المشاريع ومحتار ومش قادر تحدد المشروع بتاعك انا برضو بدوري لاني عندي خلفية شاملة عن كل المشاريع بوضح لحضرتك نقاط القوة ونقاط الضعف في كل مشروع. طبعا يشرفني ان احنا نتعاون مع بعض، والرقم بتاعي ظاهر على الشاشة متاح عليه الواتساب وفي لينك موجود في اول الوصف، حضرتك مجرد ما تضغط عليه بيوصلك مباشرة على الواتساب الخاص بيا. الخدمة مجانية تماما وتحت أمر حضراتكم في أي وقت. شكرا.